السلام عليكم. معكم العوفي عبد الرحمن من ايطاليا، من مواليد 66 القاطن بمدينه فاس، من مواليد فاس. جينا ايطاليا هذه تقريبا واحد 30 سنه. الحمد لله خدامين في هادشي ديال المواد الغذائيه، تنبيعو بالجمله. تقريبا 20 سنه ديال هاد الشركه، اللي تقريبا 20 سنه تنبيع المواد الغذائيه ديال العرب كلها، وخاصه المغاربه والتوانسه والجزائريين بصفه 100%. وتنخدموا حتى المواد ديال لافريكا، ديال السنغال، كوت ديفوار، هذا. وتنخدموا حتى المواد ديال باكستان والهند، وتنخدموا حتى المواد ديال البلقان، البانيا، ماشيدونيا، كوسوفار. الحمد لله عندنا اربعه ديال الحوايج تنخدموا عليهم، وعندنا سود امريكا باش ما ننساش، تقريبا عندنا 50% اللي تنخدموا مع سود امريكا. المواد اللي تنخدموا بالنسبه، تنخدموا جميع الاتيات، وعندنا خاصه الاتاي المهاجر اللي الماركه اللي تنخدموا عليها اكثر، ومع الكوبيرتا ديال المهاجر تخدموا هادو عليهم على تقريبا 100%. الحمد لله اول مره جينا لمدينه باليرمو. مدينه باليرمو في 89، تقريبا 30 سنه هذه باش جينا ولا اكثر. عاد خدمنا تما واحد 10 سنين، جينا هنا كونا واحد الشركه ديال المواد الغذائيه، هاد الشركه اللي سميتها الجوده الصحراء. انا راني تولدت هنايا في ايطاليا، عايشه في ماتشيراتا، وخدامه مع الوالد ديالي في الشركه ديال المواد الغذائيه انغروسو اليمنتاري. وقريت الحمد لله، قريت، الوالد عاوني نقرا وكل شيء، ودرت الجامعه ديال القانون. بقى لي شي امتحانات ونكمل ان شاء الله، ولكن واخا ان شاء الله نكمل، دايره راسي باش نبقى في الشركه ديال العائله، باش ان شاء الله نقومها ونزيد نكبرها. وخدامه انا وخواتاتي، وكل وحده الحمد لله الوالد داير ليها بلاصه. كاين اللي عندها المكازا، كاين المحل المواد الغذائيه، وكاين ديال الحوايج، والحمد لله. وحنايا عايشين في ماتشيراتا. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم. io sono Abbas dal Pakistan. Sto lavorando più di un anno con azienda Al Jauda. Al Jauda non è un'azienda solo in Italia. Noi stiamo facendo tutte le cose alimentari per tutto il mondo. Siamo squadra, buonissimo, noi facciamo il lavoro tutto dei Pakistan, le cose dal Pakistan, dal Marocco, dall'Algeria, dal Tunis, Bangladesh, indiani, brasiliani, tutti. Alhamdulillah, siamo un'azienda per tutto il mondo. Mohammed, خدام في شركه الجوده صحراء. دابا تقريبا 15 ولا 16 عام انا خدام دابا هنا. احنا تنديروا مواد الغذائيه ديال جميع الانواع. الحمد لله الشركه النماء ديالها تزاد شويه بشويه الحمد لله، وعندنا واحد السمعه مزيانه على الصعيد هذا الريجون اللي ماركي الاول، وعلى الصعيد تقريبا واحد العدد ديال المدن هنا في ايطاليا تنفورنيو ليها جميع المواد الغذائيه. والحمد لله السمعه ديالنا تتزاد نهار على نهار تقريبا، وحنايا تنزيدوا نكبروا هذه الشركه هذه، وتنزيدوا مواد غذائيه ولا مواد ديال جميع الدول. كل ما تنسمعوا بانه كاينين الناس اللي تيجيو من دول اخرى، تنحاولوا نقلبوا على المواد ديالهم اللي تيستهلكوا وتنجيبوها. وحنا راه تنديروا جميع المواد تقريبا هنايا، من الكونجلي، من جميع المواد، لا الافارقه ولا الاسيويه. نحن خدامين في هذه الشركه هذه ديال الجوده، بريمو كواليتا كوازي عندي كرياني. انا في ايطاليا جيت لقيت خوتي المغاربه لهنا، الحمد لله خدامين، جيت كرياني كولورو المغاربه. خوت احنا توانسه ومغاربه نخدموا في الشركه هذه الجوده، قلنا بريمو كواليتا ونعاودوها. نخدموا نورد سود ايطاليا، نديروا الجيرو بير توت ايطاليا. عندنا توتي لارتيكي، عندنا ديال لافريكا، ديال السود، ديال كل شيء عندنا الحمد لله، ديال توانسه مغاربه.